الله علم، الله علم من لدنه حبيبه. فالأمر اقرأ، الأمر اقرأ أول القرآن. في البدء كانت الكلمة، والكلمة هي العمود الفقري في المديح. ويمكن ضعف مستوى الكلمات العصرية المتداولة أو عدم قدرتها على توصيل المعاني الروحية كان السبب في اعتماد معظم المداحين على القصائد القديمة. كنت بقول يمكن، لكن تجربة الشاعر سيد سليم أثبتت لي العكس. بيكتب قصائد مديح عصرية للشيخ مصطفى جمال فيها المعنى المطلوب والكلمة اللي يقدر يفهمها الجمهور. يا طائر الحب غرد أجمل النغم واصدح بمدحي لأهل البيت كلهم. يا نفسة الشعر كوني طوع خاطرتي وأمطر القلب درا كي يصيح فمي. ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي وكن مدادا يروي بالهنا قلمي. ويا نسيم الرضا كن بي على صلة محملا بعبير من رياضهم. فمدحهم شرف عال لمادحهم وغيرهم شرفوا في المدح بالمدح والنغم. مولاي صلي وسلم ما أردت على رمز الكمال وآل البيت كلهم. عليه الصلاة والسلام. إيه الجديد اللي بتقدمه في المديح بخلاف القصائد التراثية القديمة اللي تعلمنا منها وتربينا عليها في المديح والمنشدين؟ والله بالنسبة للتراث لا نستطيع أن ننساه، وإنما نأخذ منه ما يطابق واقعنا المعاصر. فنحاول أن نستعمل الكلمات البسيطة من أجل أن يفهم بقية الناس. فطبعاً التراث القديم فيه كلمات يعني قوية صعب وشديدة وعايزة قاموس، تحتاج يعني لبحث وشيء من هذا القبيل. إحنا بنحاول نبسط لحد لغة الصحافة زي ما بيقولوا. أنت بتكتب للشيخ مصطفى جمال؟ أنا كتبت له. كتبت له حاجات كتير. طبعاً. إيه علاقتك بيه بدأت إزاي وإزاي كتبت وإزاي جت فكرة التجديد أصلاً في الشعر الصوفي؟ والله وعلاقتك بالمنطقة دي أنت حضرتك عاملة إزاي؟ أنا الشعر الصوفي ده حياتي. يعني أنا يعني أصلاً وجودي أو تربيتي تربية صوفية على حب أهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل أنا بحب الجميع طبعاً وأستمع، لكن الشيخ مصطفى ما كنتش أعرفه بصراحة، إنما ابني محمد بعت لي مقطع بيقول لي شوف يا أبوي الصوت والنغم والجمال في هذا الرجل. فأنا بصيت لقيت ما شاء الله شيء جميل جداً جداً، فأنا راسلته وتواصلنا مع بعض وبدأت أكتب له أو هديته قصيدتي يا طائر الحب اللي بردت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كتبت له بعض الأبيات التي تنشد كأراجيز سهلة ميسرة ليفهمها الجميع. في مواصفات معينة للشاعر الصوفي؟ طبعاً. أولاً الشاعر الصوفي لابد أن يكون لديه مسحة روحية ومزاق وتزوق ويعيش الحياة الصوفية. فإذا ما عاش الحياة الصوفية وانطبعت في قلبه بعض الجماليات استطاع أن يشدو. وما هي الحياة الصوفية؟ الحياة الصوفية عبارة عن يعني شيخ مربي ومريد تلاميذ بيلقنهم الذكر وبيعطيهم بعض الأوراد والأدعية والأذكار التي لا تخالف كتابا ولا سنة، يسلكون بها لأنه سلك وتربى. فبدأ يعني حاول أن يأخذ بيد تلاميذه إلى نفس المشرب وإلى نفس المسلك. وكان سيد عقل يقول إيه، وعندي أن الأمر ليس بهين فلا بد من سوق النفوس لمن يدري، ولا يعبر البحر الخضم ونوأه سوى ماهر يدري السباحة في البحر. إذا لم يكن للنفس شيخ له هدى يؤدبها بالسير زاغت عن السير، ولولا اتصال الكهرباء بأصلها على موجة التنيار ما نورها يسري. تجديده الله الشيخ علي عقل العالم العارف.